طبعا حقيقة الأمر علينا أن نفرق بين حالتين، بين الحالة الحديث عن عملية سياسية انتخابية وانتخابية، وبين فرق بين أن انطلاقا من عراقيتنا نتحدث بصيغة أخرى وهو مدى قبولية ومقبولية العملية السياسية. سنتحدث سياسيا على الوضع القائم وليس على مقبولية العراقي لهذه العملية السياسية. أنا أعتقد أطراف العملية السياسية كما عودت الجميع أنهم يستبقون الحدث والأحداث ويعدون لما يعدونه العدد والعدة، سيما بالتحديد مجموعة التي تهيمنت على العملية السياسية فيما يسمى الخندق الشيعي، أعاذنا الله من هذه المسميات الشيعية والسنية إلى يوم الدين. ولكن هذه المجاميع عودت الجميع على أنها تهيئ الأجواء وتحسب حسابات المستقبل لكي تضمن الحالة. نعم، أنا أضم صوتي إلى أن أي إجراء يستبق العملية الانتخابات هو إجراء لأجل الانتخابات وليس إجراء لأجل الصالح العام. ولعل التصاق أو علاقة الوزير أو النائب بالجماهير تنقطع مباشرة بعد أن يدلي الناخب بصوته وتجفو نهيا جفوة، ثم يعود العلاقة أو تعود إلى مجاريها قبيل الانتخابات. هذا الذي أعتقد يجري في الساحة. الجميع يسعى إلى عملية كسب الظرف الزمني القادم لكي يتهيأ بأجواء تخدمه. وأعتقد المشكلة الكبرى أن هذا المسار إذا ما أخذناه من منظار آخر، المنظار الوطني، نرى هو عبارة عن إعادة تدوير الفاسدين. وهنا أذكر العراقيين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المرء من جحر مرتين، فكيف ندغ مئات المرات؟ وهناك قول يقول إذا كنت قد خدعتني مرة فالعيب فيه، وأن تخدعني مرتين فالعيب فيك. فما بنا ونحن أمام عملية سياسية خدعت العراقيين منذ 20 عام وأوصت العراق إلى أسوأ بلاد بالعالم. أن ننتظر من العملية السياسية وانتخاب المحافظين الذين هم جزء من المنظومة الفاسدة بارتباطاتنا أخرى ستصحح الحالة، هذه طامة كبرى إذا كنا قد لجأنا إلى هذه القناعة.